كارين إليوت هاوس في وول ستريت جورنال: السعي وراء السلطة يوحد شي جين بينغ ومحمد بن سلمان. ترى الكاتبة أنه في الوهلة الأولى لا تبدو هناك قواسم مشتركة بين الرئيس الصيني وولي العهد السعودي سوى إيمانهما بتراجع قوة الولايات المتحدة، لكن التعمق في الأمر يظهر أن بن سلمان وشي كلاهما يرغب في لعب دور رئيسي على الساحة الدولية، كما أن بإمكان كليهما حشد موارد مالية مهمة من القطاعين العام والخاص لتنفيذ مشاريعهما ولعدم وجود معارضة داخلية، ناهيك عن فرضهما لنظام مراقبة شديدة على المواطنين. وتضيف الكاتبة أن الأمور على أفضل حال بالنسبة لبن سلمان، وتختم الكاتبة بالقول إن بن سلمان منتش بمجموعة من الانتصارات التي حققها، في حين يتعاظم اقتناع شي بأن الصين ستزيح الولايات المتحدة يوماً ما من ريادة العالم. سيلفيا وستول وبن بارتنستين في بلومبرغ: السعودية تفرش السجاد الأحمر لشي جين بينغ في حين يتطلع الخليج إلى ما بعد أمريكا. يقول الكاتبان إنه بعد شهرين من رفضها الاستجابة لطلب بايدن بشأن رفع إنتاج النفط، ها هي السعودية تفرش في المقابل السجاد الأحمر لشي جين بينغ. ويعتبر الكاتبان أن لقاء القمة فرصة لشي ومحمد بن سلمان لإظهار عمق العلاقات السعودية الصينية مقابل تراجع العلاقات السياسية والتجارية بين الرياض وواشنطن. ويشير المقال إلى تنامي الاعتقاد في دول الخليج أن الولايات المتحدة شريك لا يعتمد عليه، وبالتالي فإن تعزيز علاقات هذه الدول مع أقطاب كبرى يزيد من قدرتها على مساومة واشنطن. سايمون هندرسون وكارول سيلبر في موقع معهد واشنطن: ما الذي تريده السعودية من زيارة شي جين بينغ؟ يذكر المقال بأن الصين هي أول شريك تجاري للسعودية ومصدر هام للتكنولوجيا العسكرية والنووية، وبأن الرياض تريد المزيد من هذه الشركات خاصة في المجال العسكري من خلال صفقات لشراء الصواريخ البالستية والذخيرة والمدفعية والمسيرات. ويضيفان أنه من خلال لقاء القمة في السعودية ستسعى الصين إلى حشد الدعم لسياستها تجاه تايوان وأيضاً تجاه أقلية الإيغور المسلمة، وهو الملف الذي التزمت بشأنه الرياض صمتاً لافتاً. ويخلص الكاتبان إلى أنه على واشنطن أن تراقب جيداً العلاقات السعودية الصينية والتحدي الذي يمكن أن تمثله لسياسة أمريكا في المنطقة. داليا داساكي في World Politics Review: على الولايات المتحدة تجنب الفخ الصيني في الشرق الأوسط. تعتقد الكاتبة أن زيارة شي جين بينغ للمنطقة ستجعل واشنطن تراقب عن كثب تعزيز بكين لعلاقاتها مع دول المنطقة، خاصة في الجانب التكنولوجي والعسكري، إذ تبيع الصين المسيرات وتكنولوجيا الجيل الخامس لخصوم أمريكا وحلفائها على حد سواء مثل إيران والإمارات. وتحذر الكاتبة من تعاطي واشنطن مع المنطقة من منطلق التنافس مع الصين، لأن أمريكا لم تعد القوة العظمى الوحيدة، كما أن الشرق الأوسط ليس كما كان قبل 20 سنة، وبالتالي مهما رفعت واشنطن من تعاونها مع دول المنطقة لن يمنعها ذلك من السعي وراء علاقات جديدة مع الصين وروسيا.